بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايبي مشاهدي القناة الطبية، أهلا وسهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن دواء جديد هو أندرال. أندرال هو أحد الأدوية التي تستخدم لعلاج ضغط الدم والقلب والقلق والصداع. نوع الدواء هو من حصرات بيتا، يستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم وزيادة ضربات القلب. المادة الفعالة بروبرا أنولول. شكل الدواء أكراس. مكوناته بروبرا أنولول هيدروكلوريت، وهو دواء ينتمي لمجموعة الأدوية التي تسمى حصرات بيتا، ويعمل عن طريق تغيير الطريقة التي يستجيب بها القلب لبعض النبضات العصبية، وهذا يؤدي إلى بطء معدل ضربات القلب ويسهل على القلب ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم، مما يسبب انخفاض ضغط الدم. يتوافر الدواء بعدة تركيزات، هي دواء أندرال 10 ملغرام، أندرال 20 ملغرام، أندرال 40 ملغرام، أندرال 80 ملغرام. طيب بنستعمله ليه؟ علاج ارتفاع ضغط الدم، علاج الامراض التي تسبب عدم انتظام ضربات القلب، الوقاية من امراض القلب، الوقاية من النوبات القلبية، الوقاية من السكتات الدماغية، منع الم الصدر الناجم عن الذبحة الصدرية. يمكن ان يساعد اندرال في تقليل الاعراض الناتجة عن زيادة هرمون الغدة الدرقية مع أدوية علاج زيادة نشاط الغدة الدرقية. طيب بالنسبة لعلاج الضغط، يعمل أندرال على تقليل معدل ضربات القلب ويسهل على القلب ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم. طيب بالنسبة للصداع النصفي، آلية عمل الدواء لعلاج الصداع النصفي غير واضحة، ولكن بعض الدراسات توضح أن الدواء يعمل على علاج الصداع النصفي عن طريق ارتخاء الأوعية الدموية أو عن طريق تقليل نشاط القشرة البصرية، وهذا هو الجزء من الدماغ الذي يعتقد أن الصداع النصفي يبدأ فيه. طيب بالنسبة للخوف، عندما يشعر الإنسان بالقلق والخوف فإن المخ ينتج عنه مواد كيماوية تسمى الأدرينالين والنور أدرينالين. هذه المواد تجعل معدل ضربات القلب أسرع، تسبب تحرك، ارتجاف، خوف، قلق. تساعد حبوب أندرال على منع تأثيرات هذه المواد الكيميائية، مما يقلل من هذه الأعراض الجسدية. حبوب أندرال أيضا دواء مفيد في علاج الأعراض القلق وزيادة ضربات القلب والتعرق والارتجاف، وعادة ما يؤخذ هذا الدواء لفترة قصيرة. أندرال لا يعالج القلق المرضي، ولكنه يخفف الأعراض الجسدية مثل خفقان القلب والتعرق والرعشة. بالنسبة للقولون، أوضحت بعض الدراسات أن أندرال يزيد من حركة الطعام في القولون، وهذا قد يفسر ألم البطن واضطرابات الأمعاء التي تظهر في المرضى الذين يتناولون أندرال. بالنسبة للأعصاب، يعمل أندرال على إبطاء معدل ضربات القلب ويسهل على القلب ضخ الدم لجميع أنحاء الجسم، ويمكن أن يساعد ذلك في علاج أعراض القلق الجسدية مثل التعرق والارتعاش. طيب لو كملنا كلام عن أندرال، فإن الآثار الجانبية التي تنتج عنه شعور بالتعب، شعور بالدوار، شعور بالغثيان، شعور بالقيء، ضيق في التنفس، اصفرار الجلد. طب إيه هي موانع استعمال أندرال؟ بالنسبة لأندرال توجد موانع، أو المانع هو الحساسية تجاه مكونات الدواء. بعد كده الأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم أو بطء ضربات القلب. أيضا الأشخاص المصابين بكسور القلب
أيضا الأشخاص المصابين بمشاكل في الدورة الدموية في الأطراف مثل تنميل أصابع اليد والقدم. بالنسبة للحمل لم يتم إجراء دراسات كثيرة حول تأثير أندرال على الجنين في بطن أمه إذا تناولته الأم الحامل، ولذلك يجب الابتعاد عنه قدر الإمكان. بالنسبة للأندرال ومرضى السكر، الدواء قد يخفي بعض علامات وأعراض نقص السكر مثل خفقان القلب والارتعاش، لذلك على مرضى السكر الحذر عند تناول أندرال. هل أندرال له بدائل؟ طبعا أندرال له بدائل مثل دواء بدائل تحتوي على نفس المادة الفعالة مثل دواء أندولول وبرولول ومايستروتنس، أيضا أدوية تحتوي على مادة فعالة مختلفة دواء ديلاترول وكارفيدلول وأقراص كارفيد ودواء لابيبريس. بالنسبة لأندرال لو كملنا كلام عنه، فإن أندرال هو يحتوي على المادة الفعالة بروبر أنولول هيدروكلوريد، يعمل على علاج أمراض القلب والأوعية الدموية، ارتفاع ضغط الدم، ألم الصدر والذبحة الصدرية بعد مشاكل ضربات القلب، عدم انتظام ضربات القلب، حماية القلب بعد النوبة القلبية، منع الصداع النصفي، الرعاش المجهول السبب والقلق وبعض مشاكل الغدة الدرقية وارتفاع ضغط الدم الناتج عن الأورام وعادة بالقرب من الكلية، أيضا الوقاية من النزيف في المريء الناتج عن ارتفاع ضغط الدم في الكبد. طيب بالنسبة لمشاكل في ضربات القلب، عدم انتظام ضربات القلب، بالنسبة للجرعة فإن الجرعة المعتادة هي 30 ملي جرام إلى 160 ملي جرام. بالنسبة لحماية القلب بعد النوبة القلبية، الجرعة المعتادة 160 ملي جرام يوميا. بالنسبة للوقاية من الصداع النصفي، من 80 إلى 160 ملي جرام في اليوم. تأثير أندرال على الحمل والمرضى، طبعا يجب تجنب تناول أندرال على قدر الإمكان إلا إذا وصف الطبيب. بالنسبة لأندرال لو كملنا كلام عنه، فإن أندرال ينتمي إلى مجموعة الأدوية التي تعالج ارتفاع ضغط الدم وتمنع عمل الأدرينالين والنوأدرينالين في الجسم وتعالج سرعة ضربات القلب وضغط الدم المرتفع. بالنسبة لآلية عملها، طبعا أندرال من أنواع الأدوية التي تقيد مستقبلات بيتا، ويوجد منه نوعان مستقبلات بيتا 1 وبيتا 2 والقصبات الهوائية والأوعية الدموية وغيرها من أجهزة الجسم، بحجب مستقبلات بيتا تمنع مادة الأدرينالين والنوأدرينالين من العمل، مما يبطئ معدل ضربات القلب ويوسع الأوعية الدموية وبالتالي يخفض مستوى ضغط الدم، كما يزيد تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى القلب ويساعد في علاج زيادة ضغط الدم البابي. بالنسبة لدواعي الاستعمال، علاج ارتفاع ضغط الدم وعلاج الذبحة الصدرية وعلاج اضطرابات القلب والصداع النصفي وضيق الشريان الأورطي. بالنسبة لأندرال يؤخذ قبل الأكل أم بعد الأكل؟ ينصح بتناول أندرال قبل الأكل بفترة حوالي نصف ساعة. بالنسبة للآثار الجانبية، يحدث انخفاض في ضغط الدم، اضطرابات في النوم، شعور بالغثيان والقيء. لو كملنا كلام عن أندرال، فإن موانع استعماله هي الحساسية لمكوناته، والمرضى الربو يجب عليهم تجنب الدواء،
أيضا مرضى الصدمة القلبية، أيضا الأطفال المبتسرين أقل من 2 كيلوغرام. نقطة النهاية اللي هنتكلم فيها هي سعر أندرال. سعر أندرال في مصر سعر العبوة 10 ميلي جرام هي 13.5 جنيه مصري، فيها 50 قرص. سعر العبوة 40 ميلي جرام سعرها 17 جنيه وربع، تحتوي على 50 قرص. سعر حقن أندرال بتركيز 1 جرام 10 أمبولات سعر العبوة 6 جنيه 75. بالنسبة للمملكة العربية السعودية سعر أندرال حبوب بتركيز 10 ميلي جرام 20 ريال سعودي، وبتركيز 40 ميلي جرام 40 ريال سعودي، وبتركيز 80 ميلي جرام 59.1 ريال سعودي، وأمبولات 1 جرام سعر العبوة 15.85 ريال سعودي. لو بصينا على أندرال فإن أندرال زي ما قلنا يستخدم لعلاج ضغط الدم والصداع النصفي والخوف والقلق. وفي نهاية الفيديو أشكر حضراتكم، والرجاء إن أنتم تكونوا قد استفدتم، والرجاء عمل مشاركة للفيديو على الفيسبوك والاشتراك في القناة وضغط لايك إذا عجبك الفيديو وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.